يسعدني ويشرفني إني أدعوك. أدعوك. الذكرى 11/11 سنة 2011 لما اجتمعنا معا لنسبح ونطلب الرب ونتوب ونرجع إليه ونعلن أشواقنا المقدسة لاستقبال هذه الزيارة الإلهية. الكنيسة في أرض مصر في السنتين اللي فاتوا بكل طوايفها صلت كما لم تصلي من قبل، لكن في دعوة ربنا بيدعونا ليها، يا كنيسة كملي، كملي في صراخك، في إيديك المرفوعة قدامي، خلي ركبك متشددة. نشعر إن إحنا داخلين على مرحلة جديدة، حصاد، آيات وعجائب، نفوس بالآلاف بل مش هبقى مبالغ بالملايين جاية المسيح. في كل الظروف الصعبة دي في إله إحنا بنثق فيه بيحيي الميت وبيقوم المنحني وبيفتح عينين الأعمى وبيدي رجاء وأمل لأي حد فعلا فقد الأمل في الوقت ده. دعوتنا ليك إنك تيجي تنضم معانا نصلي لهذا الإله، نصلي ونقول له يا رب تعالى لأراضينا. الوقت اللي احنا عايشين فيه الأيام دي والزمن والأحداث اللي بتجرى حوالينا سواء في بلادنا العزيزة أو في كل العالم بيقول إنه وقت لطلب الرب. هو كان وعدنا كده إنه هزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى كل الأمم، ويوم 29/11 احنا جايين نطلب مشتهى كل الأمم لبلدنا، لأنه زلزل ولأنه هو هيأتي في الوقت اللي بنبحث عنه، جايين كبلد نطلبه بكل قلبنا وعارفين أنه يوجد لنا ويصنع معنا أكثر مما نطلب أو نفتكر. بعد 3 سنوات في ذكرى هذا اليوم في 29/11/2013 نأتي من كل أطراف بلادنا الغالية العروس الواحدة لتجتمع أمام الله عشان تصرخ إليه مرة تانية وتقول له ما ابتدأت أن تفعله تممه يا سيدنا الرب.